طيب جنايات بورسعيد أيدت التحفظ على أموال وممتلكات الشخص اللي تسمى في الإعلام سفاح التجمع والمتهم بقتل 3 فتيات على الأقل بعد تعذيبهم وإجبارهم على تناول المواد المخدرة. قرر المحكمة بيشمل كمان التحفظ على أموال ابنه. النيابة كانت أفادت بأن التحقيقات حتى الآن لم تثبت ارتكاب المتهم وقائع قتل أخرى بخلاف 3 وقائع المعلنة. أستاذ عماد حسنين رئيس قسم الحوادث موقع القاهرة 24، مساء الخير يا فندم. مساء الخير. مساء الخير على حضرتك كل السادة المشاهدين. أنا مش هسأل حضرتك على تفاصيل القصة لأنها مفزعة يعني. أصبحت معروفة يعني. لا ومفزعة كمان ومؤلمة، لكن الحقيقة أنه يعني إذا كنا بنهاجم الدفع بأن المتهم مريض نفسيا أو ذهاني يعني مريض عقلي، فالحقيقة أنه هذا الرجل مش ممكن يكون إنسان سوي اللي ياخد مسكن وفي كومباوند ويطلب عزله الأوضة بتاعته بالكامل، اللي يعني ما بيحبش الإزعاج ويعذب الناس وهذا الكم من السيدات والفتيات اللي بيترددوا عليه، طبعا يعني أشياء آثمة يعني، لكن في النهاية إجبارهم على الموت استنشاقا أو شيء من هذا القبيل للمخدرات وتعذيب وجنس وحاجة شيء ده بني آدم مش ممكن يبقى طبيعي. طبعا هو أكيد طبعا مش سوي، لكن احنا مش عايزين يعني ندي دافع ان هو مريض يا عم، مش احنا اللي هندي ده الآن القاضي هو اللي بالظبط كده. لكن قول لي، هل هو اعترافاته بقى ايه الاخبار؟ قال ايه في الاعترافات بتاعته؟ اعترافاته كما اصدرت النيابه العامه امس بيان تفصيلي وواضح بجميع الجرائم اللي ارتكبها، وكمان اعترافاته الى الان اعترف بارتكاب 3 جرائم فقط في السوشيال، 6 ضحايا الى الان، 3 ضحايا فقط واعترف بارتكاب الجريمة، ومثل كمان الجريمة ارتكبها ازاي وتفاصيل الـ يعني المكالمات، وتعرف على البنات ازاي زي ما صدر في بيان النيابة العامة امبارح، وكان بيتعرف على الفتيات اللي ساقطات اللي هو فتيات الليل زي ما بنقول، بيتعرف عليهم بتبتدي الصحبية عن طريق مواقع لهذا الامر مش كده؟ عن طريق مواقع، وكمان هو لديه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يعني وعنده معجبين كتير، عنده بتاع 7 مليون متابع على الصفحات بتاعته. هل هو صانع محتوى يعني عنده شيء من اي نوع يعني يجذب كل هؤلاء؟ هو كان من الناس اللي هي بتعلم اللغه الانجليزيه، لان هو عنده اللغه الانجليزيه. هو مدرس اصلا، انا افتكرت. طب عايز اسالك على تفصيله كده، هو بعد ما كان بيرتكب الجريمه كان بياخد الجثه ويرميها في ترعه في بتاع، هل في تفاصيل في الحته دي يعني؟ هل كان بياخدها زي ما هي كده يشيلها يرميها يقسمها يعني؟ هل في تفاصيل تاكد جنان؟ ما فيش حاجه او اعترافات او شهود او تحريات بتقول انه كان مثلا يقطع الجثه بتاعته، لا كان بيشيل الجثة بتاعته بشكل معين ويحطها في شنطة العربية ويلقيها في مكان صحراوي، يرميها في الصحراء. دايما كان الجثة علشان خاطر حتى من ضمن الجثث اللي عثروا عليها او من ضمن الضحايا اللي عثروا عليها لقوا جثة متحللة، ودي اللي كانت في بورسعيد اول جثة، دي اللي هي بقى لها كتير، اللي هي بقى لها كتير، اللي هي اصلا اكتشفت سلسلة الجرائم دي. الاهالي عثروا على هياكل وبقايا جثه فبلغوا الامن بلغ النيابه العامه انتدبت الطب الشرعي، فتم تشريح واخذ البصمات على الجثه. ايه اخر يعني البصمات بتاعت الجثه، مين اخر حد في البصمات؟ يعني بناء على محاضر التغيب قدروا يوصلوا للفتاه. طب في الاخر كده يا استاذ عماد عايز اسالك على حاجه، يعني باعتبارك رئيس قسم حوادث، يعني اللي كانوا بيشتغلوا شغلتك دي من 30-40 سنه كانوا مرتاحين قوي عن كده؟ يعني لما كان في جريمه زي بتاعه رايا وسكينه دي كانت حديث المجتمع العربي وربما العالمي لسنين طويله، دلوقتي بقى عندنا من ده كتير، بقى المنتج كتير، يعني ايه اللي حصل في الجريمه موجوده منذ قابيل وهابيل، موجوده وهتبقى موجوده ليوم الدين، بس هو الفكره
انه استحدثت دلوقتي، بقت الاحداث فيها تفاصيل كتير، في اللي تسمع انه يقطع الجثه ويشيلها في اكياس، وتفاصيل فيها تفاصيل كتير قوي، تفاصيل شيطانيه كثير. تفاصيل شيطانيه، لكن هو كان موجود وما زال موجود وهيبقى موجود. الجريمه مش هتنتهي يعني، واخد بال حضرتك. بشكرك جدا يا استاذ عماد، كتر خيرك. استاذ عماد حسنين، رئيس قسم الحوادث موقع القاهره 24، شكرا جزيلا.